خلاص بناكل بيها. عندك ولاد؟ عنديش ولا عندك شو؟ لا. وعينك فيها مشكلة و ايه؟ انا يا ست ايه؟ قبل شهرين. انت وده العيش بتاكلوه العيش ده؟ بناكله يا ست. بناكل مش فيه بتاكله ده؟ بناكلوش ليه؟ بناكله. طب مفيش فرن قريب من هنا تجيب منه كل يوم عيش طازة كده؟ تجيب عيش طازة منين؟ مفيش. احنا على باب الله يا ست اهم. لعب بطلع اجيب لي عشان 30 جنيه. طب بقول لك ايه يا حاج؟ ولا لي معاش ولا اي حاجه؟ ولا معاش ولا اي حاجه؟ مالكش اي معاش ولا اي حاجه؟ ما رحتش وزاره الشؤون الاجتماعيه تقدم؟ مفيش حد رضي يعني. انا بطاقتي النهارده بقالي 62 سنه، بطاقتي لحد دلوقتي مش عارف اغيرها. هي كانت المشكله في انك تاخد معاش البطاقه؟ ليه البطاقه مكتوب فيها ايه؟ مكتوب فيها صعيدي. طب وايه يعني صعيدي؟ ما فيش. طيب ما حدش ايه؟ عايز يغيرها. يغير البطاقة. عشان معاش لازم يغير البطاقة. انتوا عايشين في الأوضة دي؟ الأوضة دي ما فيهاش أي شباك. ما فيهاش شباك يا أستاذة. نجيب لها من شباك. ما فيهاش إلا الباب. أنت رحتوا الانتخابات اللي فاتت؟ أه رحت. رشحت مين في الانتخابات؟ السيسي طبعا. لا الانتخابات اللي فاتت. السيسي؟ لا الانتخابات اللي فاتت اللي كان فيها شفيق وموسى. لا ما رحناش. ما رحتوش؟ لا ما رحناش. في ناس هنا بتجيلكوا أيام الانتخابات وتتكلم معاكوا؟ لا مفيش حد بيجيلكوا هنا. معقولة؟ لا. بس انت في الانتخابات الجايه دي قلتي هترشحي السيسي؟ مش السيسي ان شاء الله. ليه بقى؟ عشان راجل محترم وكويس وبيخاف على البلد وبيحب البلد يعني. عندك امل ان هو الاوضه بتاعتك دي يساعدك في انك تخرجي منها على الاقل يبقى فيها شباك؟ يا ريت. بتقولي له ايه؟ يا ريت. بترشحيه ده؟ نقول له ارحمنا من الذل اللي احنا فيه. نقول له ارحمنا من الذل اللي احنا فيه. تعالى يا حاج انت فين؟ انت شايفه الحمام فين يعني وكده يعني. ربنا معاك. ربنا يخليك يا استاذ. حاج انت رحت المستشفى وقالوا لك ان رمض ما رضيش يعملوا حاجه. لا انا عايزاك تقول خطوه خطوه كده عشان الدكتور عادل عدوي وزير الصحه يسمعك كويس قوي وشوف مشكلتك ايه بالظبط. اتفضل. دخلت المدير بقول له انا قال لي انا مدير مستشفى الرمل. قال لي انا مدير. قلت له ليا شهرين اللي هي في الرمل اللي هي في الجيزه دي. تمام. رحت قال لي دفعوني 14 جنيه. ماشي دفعت. قال التحليل ومش تحليل دفعت مش عارف كام. وبعدين قالوا لي ما تجيب الدوسيه بتاعك من الصحه وزاره الصحه. طب ما اعرفش انا وزاره الصحه. كل يوم بقى لي شهرين النهارده في واحد جنب مني ادي له 15 يوم عملوها له عشان موظف. طب انا ايه يعني؟ هو الغلبان؟ دكتور عادل عدوي انا اتمنى انك تكون سامعنا لان حضرتك لو مش سامعنا انا هبعت لك على مكتبك الفيديو اللي بيتكلم فيه الحاج. اسم حضرتك ايه يا حاج؟ خليفة عبد خليفة عبلة محمود خليفة. اللي بيقولوا الحاج خليفة انه راح مستشفى الرمض يا دكتور عادل ودفع التذكرة ودفع التحاليل ودفع كل حاجة وفي الاخر معرفش يعمل عملية وعنده عملية رمض على عينيه ولا عارف يوصل وزارة الصحة ولا عارف يقابل حد ولا عارف يعمل عملية وعايش في الأوضة دي. يعني اذا كنا بنتحرك عشان نعمل حاجة بجد يبقى لازم الحاج خليفة ده حاج ما تعيطش يا حاج. يعني ربنا سبحانه وتعالى كريم واحنا هنهتم بالحاله دي وهنبعتها لوزير الصحه ان شاء الله وشوف لنا تليفون نتواصل معاك بيه علشان كمان دكتور عادل عدوي وزير الصحه يقدر يتواصل معاك. شكرا يا حاج خليفة. انتوا بتروحوا الانتخابات ولا ما بتروحوش الانتخابات؟ بنروح. انتخبتوا مين المره اللي فاتت؟ اسمه دوت مش عارف اسمه.
محمد مرسي. ليه بقى؟ كنتوا انتوا حد جه قال لكم انتخبوا محمد مرسي ولا انتوا كنتوا بتشوفوه من التلفزيون كده؟ احنا كنا بنشوفه بنروح ننتخب، كانوا بيقولوا كويس ويصلح البلد وكده، واحنا رحنا انتخبناه. كان بيتقال دايما ان في الانتخابات الناس اللي بيشتغلوا مع المرشحين دول بيوزعوا زيت وسكر، بيوزعوا في الكلام. ما حصلش، ما خدتوش انتوا حاجات من المنطقه دي هي المهمشه. ما فيش حد من ما فيش حد، حتى اعضاء مجلس الشعب اعضاء مجلس الشورى هي دول الغلابه دول اللي ما لهمش حد. شارع الصحافه بالذات اقول لك جوه حضرتك في ناس كانت بتيجي وكذا 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 كذا، انما هنا هنا حضرتك ما فيش. هنا قائمه على التكافل الاجتماعي من المنطقه، اهل المنطقه والناس اللي انا قلت لك عليهم حضرتك. قولي لي هتروحوا المره دي الانتخابات؟ ربنا يسهل. هتروحي؟